دلوقتي جه معادنا عشان نتعرف على الأحداث اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، واللي منها لقاء دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمحافظة السويس بمناسبة العيد القومي للمحافظة. خطبة الجمعة النهاردة هتكون عن مراحل وسمات بناء الشخصية في السنة النبوية. كمان النهاردة هينطلق فعاليات المؤتمر الدولي 11 للقلب والسكر، واللي هيناقش الآليات الحديثة في تشخيص أمراض القلب. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هيلتقي قيادات الدعوة بمحافظة السويس بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وده في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالوزارة. النهاردة موضوع خطبة الجمعة عن مراحل وسمات بناء الشخصية في السنة النبوية، وأكدت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وقت الخطبة ما يزيدش عن 10 دقائق. النهاردة هتنظم جمعية القلب المصرية والجمعية الأوروبية المؤتمر العلمي 11 للقلب والسكر، اللي هيناقش التشخيص المبكر لتأثير عضلة القلب في مرضى البول السكري وارتفاع ضغط الدم والآليات الحديثة في تشخيص أمراض القلب مبكراً.